أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوالة ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا و هبين نمي جمعا سوق اللي سوق لبا حساسي اي نوصو سعلو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي اما دحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو او سوين لو بهدي لي كدب سفر كيو كو تغي دل كاسي ادي سوايس لمر كاسي ننك او كدك تي ساحيب يو والال ايا سي حوقن او بهدي لي سؤالو ايا كدنا شيقاكي او رئيس الوزارة ايتوبيا بي احمد او الشرفي مدحوينا مدحليت كي سدمالي محمد عبدالله فرماجو او كاقب قلي علي مسار كي ابي احمد سنينتي كدعي ودن كاسي توبيا قارهان مقالة ادي سوا فرماجو ايا ابي اوغو ييري ايريو كميديهين ماي برادر ماي فريند اما والالكي ساحيبكي وحونا كدك تي ساحيبكي سكوبات تن ايو مركيو ابي احمد حكم كيمين بشي ابريل لبكون اسدادي طبانكي حسي ايشي مركا لا يسكو ايغو سلا او الشرفي ايو مدنان تا ابي او سيي مدحوين ياشي كلا ايكا قيب جشي علي مسار كيسا ايو سيدا او لما عامل فرماجو ايا دلي اي سؤالو كسابسان هدي جعيل كالبادنين او يهي مدهال انا او كليا كسودا أبي أحمد أيام مركي وفرماجو تغي أدي السبا وحو أدري إنو صود ويو وزير كمالية ديتوبية أحمد شد أو صومالي أح وحا صورة قالها إن أبي أحمد حلقي مدح دا يماني سي أو آدوغو مشغول سنا مناسبة دا علي مسارك أما أو وقت أو ودوايا مدح وين ياشا إنو مد مد أو صود ويو تاسي أو لوغ خيل دا يكرو حسي ياشي أحين ياب لها ياد دا عدي مركي لسغو تين يي مدح وين ياشا أبي أحمد أيا قرون كديارة دا كسغو تي دمان مدح وين ياشي كسو قيب قلي علي مسار كيسا مركا لغا ريبا فرماجو كريا أو لو دلي إنو سغو تي وزير كا هل أبور كا اي تكنولوجيا دا دكتر عبد الرحمن بيلي أو مركا لو مقعابي وزير كا دفاعة مدح وين ياشا كا قيب قلي مناسبة دا أيا كلا أه مدح وينها جبوتي إسماعيل عمر قيلي مدح وينها نانجيريا محمدو بوهاري مدح وينها يواندا يوير موسفني مدح وينها سينيغال مستر ميكي سال مدح وينها سود سودان سالفا كير إيا مدح وينها كينيا وهورو كينياتا على سيدا ميديا يا أوغاتي قرالة إيا صورها آي فيسبوك سو ديكتي وزارة أرمها دي بدا إيطوبيا أو دمان تود موجين أيا إن أبي أو سغوتي مدح وينها يا شكالة مركا لغا ريبو مدح وينها مدح عادك إيسكو دي جين أيا إيطوبيا إسلامر كاسين سيدا سيلوغو بهد دي من الله سود وينين من الله سي سغوتين سيكا سواها أهاتي أسيق وحانا أخسن أو وجيكي سبدلان أيو دالك ديبوغو صلاتي مدح وينها مدح عادك أي كورسيك جعل محمد عبدالله فرماجو نينكا وليه هاي واساحب كي واوالال كي أو إن مدى أهي حرير كأمد صوماليا كنعين أيا إمن كسيدا أسيق بهدلي دينا عكري حليبان برقد جامع بطون أو كاترسان حليبانا دا قولها وكيلة دا صوماليان أيا إسنكا جوابي هادل كي دوانك سويري ريز الوزارة صوماليا أو أغو باقي رير لاس عانود إني كديديان talaabadii lagu soo masaafuriyay dadka Soomaaliyeed ee kasoo jeeda dhanka koonfurta Mr. Batun oo u jawaabay Roble ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay amniga dalka Soomaaliland isla markaasina uu dhigoodu kala qaalisan yahay dheeman waa shacabka Soomaaliland sidoo kale wuxuu intaasii ku daray in xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay inay wax ka qabato dhiga shacabka magaalada Muqdisho sidoo hadalku dhigay Roble waxa aan leeyahay hadii dhiga dadka Muqdisho micna aanu kula lahayn adiga anaga dhiga dadka Soomaaliland dheeman ayuu nagala qaalisan yahay ayuu yiri Barqad Batun waxa kale intaasii ku sii daray Roble ummada malaha waxa ay u haystaa in raisul wasaare Soomaaliyeed uu yahay laakiin waa raisul wasaare reereed ayuu yiri dhinaca kale wuxuu Barqad tilmaamay in ka xisbi wadani ahaan ay aad ugu xun yihiin masaafurinta dadkii laga soo saaray laascaanood gaar ahaan kuwa danta yar iyo dumarka ayuu yiri danka kala dad badan ayaa ka falciliyay jawaabta uu bixiyay xillibaanka waxaana qaarkood ay ku dhaliileen inuu wax ka sheego reer Muqdisho maadaama si weyn looga taageeray guushiisii doorashooyinka dhawaan ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray xillibaankaani ayaa dad badan ka xumaadeen isla markaasina raisul wasaare Roble ayaa waxa uu ku yiri horey ayaa Hargeysa u joogi jirtay ama nolol fiican aad ku qaadatay laakiin iminka in aad shacabka reer Soomaaliland isku dirto lagaama yeelaya ayuu yiri waa taa dadkii soo qaxay bal hadda meel uun u yeel ayuu yiri dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee Muqdishona badbaadi ayuu yiri Roblow fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dhinaca kale ciidanka xoogga dalka ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo culus oo lagu qaadayay isbaarooyinka waxay ka bilaabeen deegaanada dhacaynta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Cadalla ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana hadda kadib la joogteyn doonaa howlgalkaasi iyadoo loo xilsaaray ciidanka Cornel Sane Cabdulle oo ah ninkii hogaamin jiray ciidankii badbaado qaran maalmihii la soo dhaafay waxaa laga go'ay isticmaalka wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Xarar Dheere ee Marta dhulka xeebta ahi taasoo isbaarooyin xad dhaaf ahi ay soo dhigteen maleeshiyaad hubaysan
انت بنا وضداسي وحا استعمال قاديد كحمول كقادة ATM كاللو يقان وحا نمليشيات كاسي لغا سيدا يي كدوات صدن قاري او ركاب اي كواس او مدح فرشا وهايستين ابان دولاها قيبت اللواتان يتضباد عيدن كحوق الدلك جنرال صالح يعقوب ايا ورباهي تدولة دا صومالي او شيغي ان قار كمد اي رقي اي سباروين كاسي او يالين اي قعان تاكو ديجين قارنا اي ولي كدب جران ابان دولاها ياسيدو كلا شيغي ان اي عكتا مريان دمان وحي اسباري يلي انتو دحيس مقدشة اي عدلا سيدو كلانا اي قدبيان قاديد بدن او وايهان كو حنبنا هالكاسي جنرال صالح يعقوب ايا سيدو كلا شيغي ان عيدن كقود تلا افراد اي قيبت اللواتان يتضباد او سنه عبدالله اوه قامنه يا حد كدب لو حل ساري الال انتا مرين كاسي مهيب كوه قاديد كحمول كاهي ايسيقا قدبا كوفرطا ايا برتما صوماليا مالين كورا ايا قاديد ليدا استعماشا ودداسي وحي مقدشا كدقين بنام بحوق له او دولة فدرال كيهير شبيلة اي اوغا دالبادين ان ودداسي لغا نديفي اسباروين كحاران تاهي حوق حساسي الرئيس الوزاري محمد حسين روبلي او قولوين كقاري ارينتا لو حل ساري اي دورشوين كقرنكا ميدوغا مشارحين تا معارضكا او دلب حساسي او ديري سومالي لان رئيس الوزاري حكومة فدرال كصوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا كلا لوغا هد لي او ديار كروغا سوغد امنيغا دورشا دي حلبانا دا قولها شعب كلا قاتي قد ديغا امنيغا دورشوين كقرنكا كواسي او يسوغ جري تلياشا بوليس كا هير فدرال ايا هير دولة قبلت بوليس كا اميسوم ايا بوليس كا يو انكا او كتاقيرا دينا عيادة فرسامدا ايا دورشوين كقرنكا رئيس الوزاري ايا اوغا مهد عليا قد ديغا امنيغا دورشوين كسيدا اي اوغا قيب قاتين سوغد امنيغا دورشوين كاقل كسارة اساقو كلا دردارمي ان اي سي ودان دادال كودا ودا جيركا اهي اي كو ادن سوغد امان كا ارغوين كا ايو دينا عيادة كو هولان هرقلين تا دورشوين كا سيكا سواها اهاتي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي ايا امي كا هوغان وهاي الدالكا ما داما مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ومر هروكو ريجي سيكا سواها اهاتي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ايا امي كو هولان او كليا سيدي او رالي قلين لها ساحب كيس ابي احمد هل كا رئيس الوزاري محمد حسين روبلي او كو لي يهي ان دالكاني او ميل سرق قارو اسلامر كاسينا دورشا حلال اهي دالكا اي كدعضو هل كاسينا او كو صوبحو مدحوينا اي كو قنع سيهين ومدى صوماليات ونا اديقو بلشة صوماليات سيكستبها آهاتي قول وين ايو كقاري رئيس الوزاريها صوماليا محمد حسين روبلي دورشا داخل كسري امين كانوا هاور تالا ان او بنان كاينو دورشوين حلال اهي او اقل كهوسة اه كدبنا لا دورتو مدحوينا شرعي اه او بدلو مدحوينا ها مدحا عدقاي كرسيق جعال اسلام مركاسينا دونيا ان او كفر بيو بلا شرعي درو دينا عكالا دولاها مدوغو مشارحين تمعارات كايا كهب لي طلابة دي اي سومالي لان كسو مسافوري سيدات كسو جيدا كوفورتا اي كود نقنا ديگانا دا مامول كاسي غار اهان مغارة لاس عانود اي قبل كسول قرال كسو بحي مشارحين تا ايا لغو شيغي ان اي كسو هر جيدان اينا كحون يهين ان سي قصب اي لو سو باركعية دا سوماليات او ان وحبا قلبسن waxaana ay tilmaameen in falkaasi uu meel ka dhac ku yahay islaamnimada iyo soomaalinimada sidoo kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday soomaaliland inay joojiso tallaabooyinka ka dhanka ah shacabka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ugu dambeyntii musharaxiinta mucaaradka ayaa si gaara uga mahadceliyey mas-uuliyiinta iyo dadka kale ee soomaaliyeed ay isku xilqaameen u gargaarka dadkaasi dhibaataysan hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey ay soomaaliland laascaanood ka soo saartay boqolaal dad ah oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya isla markaasina ummadda soomaaliyeed ayaa si weyn uga carooday fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida meediya ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid saddex daqiiqo oo keliya mar haddii ay ka bataan way nagu adag tahay inaan qaadanno ku bilow calan sida meediya magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida meediya inta aan ka gaarno mar kasta waa soo daynaynaa inta aan soo daynina waxaan isku dayaynaa in mar kale aan ku soo qaadanno barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsan tihiin walaalaha ku tixan calan sida meediya fadlan nala joog